تأملات قرآنية بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. يعتبر البرد أحد الظواهر الطبيعية الأكثر تعقيدا والتي بحثها العلماء طويلا وتؤدي إلى خسائر تصل إلى مئات الملايين من الدولارات كل عام، فكيف يتشكل البرد؟ يتجلى تعقيد هذه الظاهرة من خلال العمليات بالغة الدقة التي ترافق تشكل البرد، فهو يتم أثناء العواصف الرعدية والتي تصل فيها سرعة التيار الهوائي المتجه لأعلى الغيمة إلى 160 كيلو مترا في الساعة. وقد قام العلماء باستخدام الرادارات التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء وكذلك الأقمار الاصطناعية لدراسة أسرار هذه الظاهرة، ليأتي كلام القرآن مطابقا لأحدث الحقائق العلمية. لقد ذكرت الآية مراحل تشكل البرد، ألم تر أن الله يزجي سحابا، إشارة إلى التيارات الهوائية التي تدفع وتسوق السحب باتجاه الأعلى ثم يؤلف بينه، إشارة إلى تجميع الغيوم لتشكل تجمعات سحب كبيرة ثم يجعله ركاما، إشارة إلى تشكل الغيوم الركامية بعضها فوق بعض فترى الودق يخرج من خلاله، إشارة إلى تشكل قطرات المطر وخروجها من أجزاء الغيمة، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، إشارة للشكل الهندسي للغيوم حيث تشبه الجبال في شكلها. لقد استغرق العلماء عشرات السنين من البحث ليصلوا لهذه الحقائق، ولقد سبقهم لذلك القرآن العظيم، فهذا دليل على أن القرآن كتاب الله منزل من عنده ليس من تأليف بشر، تعالى الله عما يصفون. تأملات قرآنية.